هاي هاي هاي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وزي الفل. النهارده عندنا ايه؟ النهارده اليوم المصري في البيت المصري، يعني عارفين كده ايه؟ لما البيوت المصريه تبقى عايز تطبخ طبخه بس مش طبخه، اللي هو انا عايز اطبخ وحاجه حرشه كده ومصري، بس لا هي كوسه ولا بسله ولا فاصوليا ولا خضار ولا ايه؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ عندنا لحمه خضار، نعمل ايه؟ نعمل فته. انا كده مش عارفه انتوا كمان كده ولا لا، بس من الايام اللي بتيجي كده ايه، ممكن مره في الشهر بعمل فته. الفته مش في العيد بس خالص خالص، لا لا لا، الفته طبق ممكن يتقدم عادي جدا في نص الاسبوع كمان، وممكن يبقى اكله يوم الجمعه لو احنا متجمعين كلنا يوم الجمعه ممكن نتغدى فته. فبالنسبه لي الفته اكله مصريه لذيذه اصيله، تخلي البيت كله ريحته حلوه كده ومفحفحه من ريحه الطشه والعيش بقى المتحمص المتحرمش ده. فالنهارده هنعمل الفته على رواقة، أكيد عملناها مع بعض في العيد قبل كده، بس النهاردة هنعملها على رواقة واحدة واحدة كده، نمسك حاجة حاجة عشان نطلع طبق فتة حلو. نعمل إيه؟ كلنا بنحب الفتة، وكلنا فتة اللحمة ممكن ما نختلفش عليها، ممكن بس الناس تختلف على فتة الكوارع، أي فتة تانية، الفتة الشامي، لكن الفتة اللي باللحمة اللي بالخل والثوم دي قليل قوي لما تلاقي حد ما بياكلهاش. فالنهاردة هنعمل طبق فتة مصري أصيل كده، وعندنا كمان بوست السوشيال ميديا بتاعنا، عايزاكم تبصوا دلوقتي على انستجرام على صفحة بانوراما فود بي ان سي، وهتلاقوا كمان البوست بتاعنا على صفحة، هينزلوا حالا قدامكم، هينزلوا على صفحة الفيسبوك، صفحة سر الصنعة مع شيف دعاء السمنودي، هتلاقوها مكتوبة كده. ده البوست. البوست بقى بنقول ايه النهاردة؟ بنتكلم في ايه؟ ده انستجرام، ده على الانستجرام على صفحة بانوراما صفحة بي ان سي، هتلاقوا البوست ده. بنقول ايه بقى النهاردة؟ بنتكلم على جهاز العروسة بس من ناحية تانية. بعد ما اتجوزنا واشترينا وحطينا الحاجات في النيش وفي الدواليب وفي البلاكار وفوق وخزننا وعملنا كل حاجة، بعد ما عدى وقت حاسه بايه؟ ايه اللي ما نفعش؟ ايه اللي ما اشتغلش معاكي؟ ايه اللي كان بزياده ما استخدمتيهوش الا بعد عدد من السنين لما افتكرتي انك شايله الطقم الفلاني او الحاجات اللي فوق الدولاب، او يا ده من جهازي. كم واحده بتقول كده؟ كم واحدة بتقعد تقول ده من أيام جهازي، ده أنا عندي ده من الجهاز ما فتحتوش لحد دلوقتي، ده أنا ممكن أهادي حد بحاجة كنت جايباها وقت الجهاز ومش عايزاها وما استخدمتهاش. كم حد؟ كتير جدا بنقع في المواقف دي، وكتير جدا بنقعد مع بعض نقول بعد الجواز إحنا جبنا حاجات ما كناش عايزينها، أو الموضة بتاعتها راحت، أو ما كنتش عارفة إن استخدامي وقتها كان هيبقى بالشكل ده، او مش على ذوقي دلوقتي لان احنا اذواقنا بتتغير. فالبوست ده علشان نفكر بعض ونتعلم من بعض ايه اللي ممكن نستخدمه وايه اللي ممكن ما نستخدموش، ايه اللي جبناه بالعدد الكبير وما كانش له لازمه، ايه الموضه بتاعته بتروح، لان احنا كل شويه بيطلع اشكال جديده وديزاينز تانيه واحتياجاتنا بتتغير، عدد العيله بيتغير. مش معناه ان انا ببقى محتاجه اكتر، لا، بس ببقى محتاجه حاجه تانيه، يعني شكل تاني، نوعيه تانيه. فلازم نحط في بالنا دايما انه مش بالكتره، ونغير بقى من عاداتنا اللي احنا حطيناها من زمان قوي ان احنا نزود في الاعداد علشان ينفعني وينفع ولادي وينفع لما تخلف وتخاوي العيال لا 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 لا، لازم نتغير، لانه الوقت الحالي الحاله الاقتصاديه لا تسمح تماما بان احنا نشيل الفلوس، فلوسنا نشيلها على هيئه ملايه زياده او فوطه زياده او طقم كوبايات. اللي محتاجه هو اللي المفروض ان انا اشتريه. فاللي أنا شايفة كده، دي وجهة نظري بعد وقت طويل وبعد ما كبرت وبعد ما بصيت للموضوع من بعيد كده، لا أنا ممكن كنت أفكر إنه الجهاز يكون كم ملاية مثلا، نقول كم ملاية، في حد كام يا رغدة؟ قولي كده. 10، رغدة بتقول 10. 10 ده كويس بالنسبة لك؟ يعني كده القليل كده، راضية يعني كده، راضية، هي راضية ب10 ملايات. أنا لا مش اتنين بس، أنا شايفة إنه 5 كفاية. لو على عدد أيام الأسبوع اشترينا
الخمس ملايات، هل احنا هندوب الملايات دي يعني هيدوبوا هيبقوا مش موجودين كمان شويه الملايات؟ لو هي نوعيه كويسه، لو انا عندي خمس ملايات بغير كل يوم ملايه على مغسل اخر الاسبوع، ده لو احنا بنغسل مره واحده يعني، واحنا طول النهار الغساله شغاله، بس لو قلنا ان احنا بنغسل مره واحده في الاسبوع فعلى مغسل اصلا وبغير ملايه يوم او يوم لا، يبقى انا هيكفيني خمس ملايات. وعلى فكره لو جبت كمان بيبي وبتغيري له ملاياته بالخمس بس، يعني عشان ما بقاش اوفر قوي خليهم سته، ست ملايات كفايه. ليه بقى 10؟ ليه 15 ملايه؟ ليه 15 ملايه؟ 20 ملايه؟ في ناس بتقول لك 30 ملايه، في ارقام، في ارقام والوان بقى. ايوه اديني بقى الروز، الروز الفاتح الغامق، لا كشميري، لا السودة عجباني، لا الخامه بتاعت لا 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 لا. ليه اشيل فلوسي على هيئه ملايات؟ ليه؟ ليه الفلوس تتحول الى ملايه؟ يعني تخيلوا كده. أو النيش، وما يعني بقى وما أدراك ما النيش. يعني أنا بحب النيش على فكرة، بحبه، أنا بحب النيش، بس يبقى نيش صغنطوط كده، في بيسس كده عشان أنت عروسة وعايزة تجيبي حاجة. مش ما هي الحياة مش قفش برضو، بس بالعقل. البوست معاكم والتليفونات معاكم، مستنية تليفوناتكم على 0900-900-2600 من أي موبايل. نتكلم بقى في الموضوع ده مع بعض واحنا بنجهز للفته. نتكلم ولاء. يا ولاء ازيك؟ استاذه ولاء ازاي حضرتك؟ حبيبتي ازيك يا شيف دعاء؟ اهلا وسهلا. ازيك يا روح قلبي؟ عسل انت. يا حبيبه قلبي عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي، الحمد لله. يا رب تبقي بخير يا حبيبتي. بنسلموا عليكي انا والحاجه كتير، وعايزه اسالك سؤال بس تجاوبي لها عليه. اموري يا حبيبتي. طبعا الامر لله. بصي حبيبتي، الحاجه بتحب القرص الناشفه اللي بالزيت. ايوه. بس بجيبها لها من بره الزيت طبعا مش حلو عشان هي الشرايين وكده. طب فعايزاكي تقولي لي القرص الناشفه اللي بالزيت دي اعملها لها ازاي؟ حاضر يا حبيبتي، هنزل لك مقاديرها حالا اللي بالزيت. زي الفينو. ايوه عايزاها طريه. ايوه حاضر، حاضر يا حبيبتي، حاضر من عينيا ليكي وللحاجه. حاضر يا استاذه ولاء، من عينيا الاثنين هنزل لك مقاديرها اللي بالزيت، بس عشان هكتبها الرغده في الفاصل واخليها تحطها لك من عينيا الاثنين. حاضر. طيب نبتدي بايه؟ نعم نقول المقادير، يلا بينا. حاضر. انا بس خايفه دي تبقى ولا عليها. لا مش ولا عليها. مقادير ايه بقى؟ نبتدي بمقادير سلق اللحمه عشان دي اللي هنبتدي بيها، عشان ما نرصش كل الكلام كتير مره واحده ويتوه. هنقول مقادير سلق اللحمه. لو انا عايزه عندي حته لحمه هعمل بقى شويه فته حلوين كده، فانا احب ايه خطوه خطوه اهتم بيها. اللي بيحب الفته هيبقى عارف ان كل خطوه من دول بتسمع في الخطوه اللي بعدها. اوكي. الفته الحلوه تبتدي منين؟ تبتدي من الشوربه. اعمل شوربه لحمه حلوه تيجي بقى معايا لحد الاخر، لان انا الشوربه دي معايا بسقسق بيها كده كل الخطوات بتاعتي. نبتدي. عايزين بصله، عايزين جزره، عايزين فصوص ثوم 3 4 على حسب عامله كيلو لحمه، هتحطي 4 فصوص ثوم، ميه سخنه، عايزين سمنه او زيت ويستحسن تبقى سمنه، عايزين حبهان ومستكه وورق لورا وملح وفلفل اسود. الحبهان والمستكه انهي اهم؟ الحبهان. المستكه غاليه ومش دايما موجوده ومش هتبقى اهم حاجه، اذا موجوده اهلا وسهلا، مش موجوده خلاص. بس الحبهان يعني فص الحبهان بصراحه بيدي نكهه كده مميزه جدا للفته المصري. خلونا ناخد ايه اول حاجه كده؟ السمنه. ينفع زيت؟ طبعا ينفع زيت، بس هي الفته روحها السمنة. ولا يا سلام بقى وانت بتشتري اللحمه تقولي له عايزه ماسوره واحده، ماسوره العظمه دي بتاعت من عند الجزار، ماسوره واحده. وانت بتسلقي اللحمه على نار هاديه بتبقى معاها الماسوره، فالماسوره دي بتعمل لك بقى احلى بهاريز، فتطلع لك احلى ستوك لحمه في الدنيا، احلى شوربه. هنحط المستكه والحبهان، بس ايه نزل مني حبه هنا كده، مش عايزه انزل حبه هنا دلوقتي بس تمام. وبعدين هنزل باللحمه والبصل والجزر اهو كده واشوح، ومعاهم الثوم كمان.
عايزه تحطي مع سلق اللحمه الفلفل الاسود الحصى بيبقى احسن. عايزه رشه الفلفل العاديه اللي بنحطها برده مفيش مشكله، مش هتفرق في الطعم في حاجه خالص، حصى او مش حصى مش مهم، لان في الاخر احنا هناخد الشوربه دي ونشتغل بيها والموضوع مش هيفرق معانا قوي. لازم اللحمه تتشوح كويس مع الجزر والبصل والثوم، ولا بحط قرفه ولا بحط اي حاجه. النكهه المصريه ما فيهاش قرفه، مفيش قرفه، مفيش عود قرفه في الموضوع خالص. جزرايه وبصلايه وفص ثوم، واللحمه تتشوح معاها ورق اللورة وفصين ثلاثه حبهان مع المستكه والميه المغليه، تطلع لي دلوقتي احلى واجمل شوربه. كده الميه جنبي، دي اول خطوه، ولازم كده يبقى في مارك كده، في علامه في اللحمه، اللحمه كده يبقى فيها علامات التشويح. ما بنحطش بقى الفلفل الاسود دلوقتي علشان ما يتحرقش، احنا كده شوحنا كل حاجه عايزين نشوحها. نحط لها بقى الميه المغليه، ونغطيها، ونروح نجيب صاج علشان نحضر العيش وندخله على الفرن. لو حطيت الصاج هنا تمام؟ تمام؟ يلا. عندي هنا بقى العيش اهو، ده عيش بلدي. طيب عندنا يعني حلين، يا نقليه يا نعمله كده، وانا بحب اعمله كده اكتر لانه بالسمنه والثوم والملح والحاجات بتفرق جدا جدا في الطعم. فهحط السمنه على العيش عشان انا مش عايزه طعم الزيت، انا مش عايزه زيت في الموضوع خالص، انا عايزه النكهه بتاعتي تبقى هي النكهه دي. الجلوفز هنا عشان ايه نشتغل بايدينا كده. اول ما الشوربه بتبتدي تغلي بتحسي على طول بطعم المرقه اللي انت عارفاها، مرقه اللحمه بتاعت زمان. فاكرين زمان لما كان حله اللحمه المسلوقه على النار، ريحه اللحمه دي كانت بتيجي من الماسوره، من اللحمه اللي فيها شويه دهن زياده، من ان هم كانوا بيوطوا على اللحمه. يعني انا فاكره كويس قوي انه يعني اهالينا ما كانوش بيعلوا النار على اللحمه كده، كانت تسوي الحاجه على نار هاديه، على نار متوسطه، وده الصح. يعني في كتب الطبخ هتلاقوا ان التسويه على نار هاديه هي التسويه الصحيحه، هي التسويه المظبوطه. حطينا السمنه، نحط شويه فلفل اسود رشه، نحط ملح رشه مش كتير، شويه ثوم كده حبه صغيرين قوي، وممكن ناخد كمان شويه رشة بسيطة من الكمون. نعمل كده، حاضر كده تمام جدا. هروح على الفرن، احطه في الفرن بقى علشان يتحمص، وبعدين اخرجه يكون جاهز لان هو يروح بقى ايه للخطوه بتاعته في الفرن. طيب وبعد كده تحبوا نطلع فاصل وبعدين نرجع، ولا نشتغل على طول دلوقتي؟ نطلع فاصل، يلا نطلع فاصل سريع ونرجع جري، ما تروحوش في اي حته.
رجعنا من الفاصل ومكملين بقى طبق الفتة المصري بتاعنا بكل تفاصيله وحركاته وكل حاجة. عملنا ايه؟ حطينا العيش في الفرن، ادينا له كده حبة سمنة، ملح، فلفل، سنة كمون، فصين توم ممكن يبقوا مهروسين او نحطهم زي ما هم، بس المهروس طبعا بيطلع ريحته اكتر واقوى على العيش. وتقدري تبدلي التوم الفريش بشويه من التوم الباودر برضو، بيبقى لذيذ ولطيف جدا. طيب عندنا ايه بقى دلوقتي؟ عملنا طبعا سلقنا اللحمه في الاول، وبعد كده نعمل الرز الخطوه اللي بعدها لحد ما نقرب للصلصه بقى واللحمه ونشوف هنتعامل معاهم ازاي. الرز المصري بتاعنا بيبقى في الفته شويه تحسوه مستوي سنه زياده، يعني مش بيبقى مفلفل قوي. اوكي، هنعمل فيه كام حاجه هي اللي هتخليه طعمه مميز، مع ذلك هو اوريدي لو اكلتوه لوحده تلاقوا طعمه حلو، لان هو بيبقى مسقي بشوربه اللحمه الحلوه اللي احنا حاطينها، حاطين له معلقه السمنه، حاطين له حبه ورق لورا على حبهان على مستكه، فبنحبشه برضو من نفس الروح اللي احنا شغالين بيها. عندنا ايه عشان نعمل الرز؟ هنحتاج كيلو من الرز، هنحتاج سمنه، هنحتاج 2 فص حبهان، 2 ورق لورا، ملح وفلفل اسود، 2 فص مستكه. الطشه بعدين، يلا بينا. يلا نحط بقى كده ايه الحله على النار وناخد السمنه. اتفقنا ان ما عندناش مستكة، مش مهم، مش طول الوقت بعملها بمستكة طبعا، بس بدي الاحلى او الاقوى. اذا عندي هتبقى جامدة جدا، ما عنديش انا شخصيا يعني اغلبية الوقت ما بيبقاش عندي مستكة، فبعمل الفتة من غير مستكة عادي خالص. ناخد الحبهان، ناخد ورق اللورة، مش هنحطهم دلوقتي، خليهم كده جنبي. هروح هنا لما المستكة تبتدي تسيح مع السمنه كده، انا بحب برضو مع السمنه احط في الرز بالزيت سنه زيت. كده تمام، هنزل بالرز. وانا بشوح هحط ورق اللورة وهحط الحبهان. عايزه تحطي فلفل اسود؟ تمام، بس بما اننا هنحط الشوربه والشوربه فيها فلفل اسود فمش هنحتاج. نحط كده ايه الملح ونقلب. الرزايه لازم تسخن وتشرب وتتغلف بالسمنه. عايزين نبص على العيش كمان علشان لازم نبص عليه من وقت للتاني ونقلبه. بصوه اهو فعلا محتاج يتقلب ومحتاج ان احنا نبص عليه. احنا ممكن بقى نغير ايه اتجاه الصاج كده مثلا. الريحه مش قادره اقول لكم حلوه ازاي، ريحه العيش بس. وكده برضو الرز تمام، واللحمه عندي المسلوقه اهي، الشوربه بتاعتها بتغلي، لازم تبقى الشوربه بتغلي وسخنه جدا كانها ميه بتغلي. هاخد بقى من الشوربه الحلوه اللي بتغلي عندي دي اهي، بصوا عليها علشان ابتدي اخد منها. يلا نشيلها بقى على جنب كده جنبنا او نقربها من عندنا كده، ونسقي بقى. الله، هي الطاسه دي. بقول لكم شويه بتحسوه مش معجن، بس بتبقى ميته ازيد سنه، بيبقى طري ما بيبقاش مفلفل قوي.
رز الفتة عايز يكون ايه؟ في طراوة كده. كله تمام، الرز زي ما قلت لكم اتشرب كويس قوي من السمنه، خد النكهات، اتغلف، سخن، انزل عليه بالشوربه كده ابقى انا في الامان. ناخد بقى الفوطه بتاعتنا الحلوه دي علشان انا بحب زي ما بقول لكم اكمر الرز، يبقى كله نفس التسويه كده ويوزع الحراره حلوه قوي. اللحمة خلاص كده مسلوقة، نشيلها على جنب عشان هنحتاج لها كمان شوية، ونرجع ده هنا ونهدي النار. بعد كده عندنا ايه؟ احنا خلاص هدينا النار وعندنا الصلصة، نروح بقى للصوص. يلا بينا، الحلة بتاعت الصوص اهي، نقول مقادير صلصة الفتة فينها؟ بصلة مفرومة، معلقة كبيرة من الثوم المفروم، 2 فلفل احمر حراق وده اختياري، 2 كوب عصير طماطم، 2 معلقه كبيره من الصلصه، سمنه وخل وكزبره جافه وملح وكمون وفلفل اسود. طبعا اول حاجه قلتها بصله، قلتوا لي الفته بيتحط فيها بصل؟ معقوله احنا بنعملها خل وتوم بس؟ ايوه عادي، مره كده ومره كده، ساعه كده وساعه كده. انا ساعات بعملها بتوم بس، وساعات بعملها بتوم وبصل، وبحس ساعات ان بصلاية صغيرة بتدي نكهة كده للصوص مختلفة وتقل، تخلي الصوص شوية تقيل، ومش هتضايقنا خالص. اهم حاجة عندي ان انا وانا شغالة البصل ما يغطيش على طعم التوم والخل، يعني هيبقى التوم والخل واضحين معايا كأنهم هما بس، والبصل انا مش عايزة احس بيها خالص. فهي دي الفكره، بس هي بتديني تقل وبتديني تسكيره لطعم الطماطم. الطماطم والبصل ميكس جميل قوي مع بعضه، فجربوا جربوا قبل ما تقفشوا عليا وتقولوا لي ما بنحطش بصل في الفته، صح؟ نكلم امنيه. يا امنيه اهلا اهلا. هاي 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 حبايبي الحلوين اللي بيدخلوا بالحاجه اللي بتميزني. هاي هاي يا روح قلبي. انا عايزه اقول لحضرتك ان حضرتك كيوت قوي ما شاء الله. والله يا حبيبتي انا مش كيوت، والله انا مش عارفه ليه بيبان عليا كده، بس هو بيبان كده بس انا والله مش كيوت. كل حاجه بتعمليها والله جميله كده. انت حبيبتي ربنا يخليكي، تسلمي يا رب. انا بس كنت عايزه استفسر عن حاجه. قولي لي. كنت عايزه طريقه كويسه للبروست. للبروست؟ أوه. اوكي ماشي. اللي هي فراخ كنتاكي المقليه. ايوه حبيبتي انا فاهمه. حاضر. او عندي حله ضغط ينفع تتعمل فيها؟ احنا بنعملها فيها ساعات. مفيش مشكله. طيب هي بس هي مش كويسة. هتفرق معاكي في حله الضغط استخدامها في الطعم او في النتيجه، حتى لو استخدمتي الحله العاديه مفيش مشكله. تمام. انا بس كنت عايزه طريقه كويسه لان بتفك مني دايما من الخلطه. بتفك؟ حاضر حاضر رغدة، احنا عملناها قبل كده، ممكن تشوف لنا الطريقه بعد اذنك. ماشي يلا بينا. عايزين بقى نعمل الصوص. انا قلت لكم هنعمله ازاي صح؟ انا قلت المقادير مش كده؟ يلا بينا. وطلعنا العيش من الفرن، شفتوا محمص وجميل ازاي؟ بصوا لما بيبرد بقى كمان بيبقى ايه، محرمش محرمش. يلا فته يعني سمنه، ما تقولوليش سمنه تاني، هنحط سمنه. عايزاها كلها زيت براحتك، بدلي براحتك، بس انا بحط سمنه. ما بعرفش في الفته، ما بعرفش. نحط بقى كده الايه، السمنه، نحط البصل، مش هنحط الثوم دلوقتي خالص. عايزه ايه، البصلايه كده
تستوي كويس قوي، وبعدين ابتدي افكر بقى في موضوع الثوم ده براحتي. اهم حاجه بس ننزل البصله على سمنه سخنه علشان ما تنزليش ميتها، تمام؟ مش عايزه ميه، انا عايزه بصل وسمنه بس. لو الحله فيها ميه البصل مش هينفع نحط الثوم، انا عايزه ينزل البصل ينزل الثوم كان مفيش بصل في الحله، عايزه اشوف زيت او سمنه بس. ده حصل ازاي؟ حصل لما الطاسه او الحله اللي انا شغاله فيها كانت سخنه جدا، وبعدين نزلنا على طول البصله، والبصله الى حد ما فيهاش ميه عشان متقطعه خشن شويه مش على الناعم قوي، فنزلت على طول ادتنا التشويحه اللذيذه بتاعتها. او نازله بقى بشويه ثوم محترمين كده. انت بقى وحبك للثوم، تحبي الثوم قوي ولا نص نص؟ انا بحب الثوم قوي قوي قوي، يعني لو اي حد سالني ايه اكتر مكون بتحبيه في الاكل وخصوصا الاكل المصري بما انه هو الاكل المفضل بالنسبه لي، انا المطبخ المفضل بالنسبه لي الحقيقي، مش بقول كده عشان انا بجامل مطبخي يعني او مطبخ بلدي او انا بحب الاكل المصري اللي هو انا مصريه احب الاكل المصري، لا خالص مش عشان كده. انا بجد احلى اكل في حياتي بحبه هو السفره المصريه بتاعتنا بكل ما تحملها الكلمه، فتة والقاس فايش كل حاجة مصرية بتاعتنا بحبها قوي. فحتى الخضار حتى الطواجن، بصوا بقى التوم اتحمر وبقى لونه أصفر ازاي اهو مع البصلة، كله بقى لونه أصفر كأن التوم نزل لوحده كده. انا بظبط الطشة بتاعتي مظبوطة، اعمل كده وفي ايدي الخل انا بحط تقريبا اكتر من ربع كوبايه بشويه عشان احس بطعم الخل وما يختفيش معايا، بحبش طعم الخل يختفي، بحب الفته تبقى ريحه الخل والثوم جايبه اخر الشارع. لو ما حسيتش بطعم الخل والثوم ما احسش ان انا باكل فته، احس ان انا باكل صلصه باميه بقى على لحمه، ما ينفعش. ننزل بقى على طول بالخل كده، نزلنا بالخل ما بحبوش يتبخر، بقوم نازله على طول بالفلفل الحراق، نازله على طول بالصلصه، ولازم صلصه وطماطم، يعني انا ضد الموضوع الطماطم بس في صلصه الفته، لازم نديها تقلها كده بمعلقتين صلصه، تقل ولون وكل حاجه تظبط معانا جدا. ننزل كمان بعصير الطماطم ونتبل. خلاص بقى انسوا بقى البصل، مفيش بصل ولا هنحس بيه ولا هنشوفه ولا اي حاجه، هو اللون ده اللي انا عايزاه. بصوا اللون المحمر اللذيذ قوي ده، هو ده اللون اللي انا عايزاه. الطماطم بس بتديني لون فاتح كده ما بحبوش. نحط لها بقى ملح، نحط لها فلفل اسود، الكمون والكزبره اختياري، الكزبره خصوصا اختياري عشان مش كل الناس بتحطها، انا بحب احط رشه. حيقنا الصلصة وجاهزة لأنها تتسبك برضو على نار هادية، مش تك 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 تبقى عالية قوي وتسبكت بسرعة تستوي بقى فيها طماطم فريش. طماطم فريش دي محتاجة إنها تاخد كده وقتها وكل حاجة محتاجة في الصلصة إن هي تهدى خالص. فإحنا كده خلصنا الصلصة، الرز على النار، العيش خرج، سلقنا اللحمة، نطلع فاصل. يلا بينا فاصل سريع ونرجع جري، ما تروحوش اي حته.
رجعنا من الفاصل ومكملين طبق الفته بتاعتنا. دلوقتي عندنا ايه؟ خلصنا الصوص على النار، حمصنا العيش والرز كمان على النار، هنبص عليه كمان شويه. عندنا بقى شويه شوربه حلوين، فاحلى حاجه ان انا اعمل جنبها شويه لسان عصفور، شوربه لسان عصفور. وده بصراحه المنيو بتاعي، يعني لو عملت فته لازم اعمل شويه شوربه لسان عصفور بما اني عملت شوربه حلوه. فبقوم عامله شويه شوربه لسان عصفور، وكمان واخده بقى اللحمه محمراها كده ومحرمشاها بشويه حركات تليق على الطبق ده جدا. احنا عاده في مصر متعودين ان احنا يا بناكل اللحمه مسلوقه يا بناكلها متحمره في سمنه فقط وخلاص، ما بنعمل لهاش حاجه قوي او يعني هو ده التقليد بتاعنا. بعد شويه قمت انا ابتديت كده ايه اخد اللحمه احاول برضو اخليها مندمجه كده مع بقيه الطبق، وكانت حاجه لذيذه ولطيفه جدا تدي نكهه حلوه قوي للحمه. خلينا الاول نولع على الشوربه على النار. انا مش يعني ماليش قوي في ان انا اغير من تكوين شوربه اللسان عصفور، يعني مش عايزه اقول لكم اني بجد ما بعملش فيها حاجه خالص. احنا عندنا هنا الشوربه ممكن احكي لكم عنها شويه. شوربة اللسان عصفور محتاجة لسان عصفور طبعا، ومرقة سلق اللحمة بتاعتي. ممكن نحط مكعب مرقة، وياريت يبقى مكعب مرقة لحمة لأنه بيفرق جدا في طعم شوربة اللحمة، وبيفرق في أنه نكهة مكعب المرقة بتاعت الفراخ بيبقى يعني مختلف. فإذا بتحطي مرقة هتحطي مكعب مرقة اللحمة. مستكفية والمرقة بتاعتك حلوة قوي وعاملاها مظبوطة ومستخسرة تحطي المرقة يبقى تمام جدا مفيش مشكلة. ملح وفلفل اسود، واحيانا بحط طماطمايه اذا حب حركة الطماطم تمام، مش دايما بعمل كده بس احيانا بتدي طعم لذيذ جدا للشوربة. عايزة حلة تكون اكبر سنة من دي، عندي حاجة كده ممكن نعمل فيها هنا. عندي لسان عصفور طبعا متحمر، فده عادي لسان عصفور وحمرناه. نحط بقى كده الايه لسان عصفور. لسان العصفور في ناس كتير قوي في دول كتير ما بتبقاش عارفه هو ايه لسان العصفور، يعني دول عربيه فهو ايه لسان العصفور. لسان العصفور هو المكرونه الصغيره اللي هي يعني هي عامله كده، عامله زي الرزايه كده، بس هو نوع مكرونه واحنا بنقول عليه في مصر لسان عصفور. نحط بقى المرقه بتاعتنا. مش عارفه برضو اذا كلكم بتحبوا شوربه اللحمه يكون فيها حته لحمه مسلوقه. انا هحط نص واحده من المرقه كده، هظبط لها الملح كمان، بتبقى محتاجه تكه ملح. اذا حابين تزودوا فلفل اسود برضو مفيش مشكله. انا بحب قوي ان انا شوربه اللحمه اقطع فيها حته لحمه مسلوقه صغيره، فاللي بيشرب يبقى بيطلع كده حته لحمه تيجي معاه يبقى بتبقى لذيذه قوي. جيب السكينه وحته اللحمه اهي. عايزه ايه؟ مش عايزين ننسى نبص على السوشيال ميديا نشوف ايه الاخبار. ندمتوا على ايه؟ ندمتوا على ايه؟ اشتريتوا مش هقول يا استاذ حمدي انت بتقول ايه عشان ما حدش يزعل منك. ايوه بس هم الناس فهمت. البوست اهو قدامكم ده على ايه؟ على انستجرام؟ على ايه؟ على الفيسبوك. اوكي طيب انا مش عارفه البس الجلوفز فما علينا، هقطع اللحمه. فين؟ ده اللي على انستجرام. طيب تمام. وبعدين ناخد بقى اللحمه اللي احنا قطعناها كده
انا بحب اقطع قطعه لحمه واحده واحطها في الشوربه. على فكره احنا اللي معلمنا الحركه دي جدتنا. هتلاقي جدتك كانت لما تيجي تديكي طبق شوربه تحط لك فيه حته لحمه، تحط انا جدتي كانت معايا كده ورك فرخه، ده كده يعني ايه ملوش علاقه بنايبي يعني، عارف اللي هو ايه، طب بس خدي ده كده وبعدين ايه نبقى نشوف هنعمل ايه. فيعني الجدات دايما بيحبوا يدلعوا احفادهم. اتعودت الحركه دي ان طبق الشوربه يبقى فيه ولو حتت لحمه صغيره كده مع الشوربه او فراخ. ف يعني تيتا حبيبتي ربنا يخليكي ليا. يا رب يا رب ربنا يبارك في كل الجدات بجد، والناس الكبار اللي ادونا كل الخبره بكل التلقائيه. عارفين لما احنا اخدنا الخبره الجيل بتاعنا يعني جيل الثمانينات ده بجد خد الخبره من جدته من عمته من عيلته، كنا مرتبطين قوي ببعض، فكنا بنعرف، انا اعرف مثلا جدتي بتعمل ازاي، بتغسل ازاي، طريقه الغسيل القديمه، انا كنت اسرح كده، انا فاكره انا وانا صغيره اسرح في كل التفاصيل معاها، مع ترتيبه يومها، مع صوت الراديو، مع التفاصيل دي كانت هي اللي كونت في الاخر شخصيتنا. عشان كده دايما بقول للناس انه بقول للبنات يعني اللي لسه بيتجوزوا وللناس اللي قدي ان احنا بنعمل ذكريات ولادنا دلوقتي. يعني احنا دلوقتي مش واخدين بالنا ان احنا اللي بنعمل ذكريات ولادنا لما يكبروا هيفتكروها، لان انا فاكره كل الحاجات بتاعتنا واحنا صغيرين وهي اللي كملت معايا وانا عايشه فيها اصلا. يعني انا عايشه في زمان مش عايشه في هنا، يعني مش في الزمن ده خالص. شوربة اللسان عصفور، تعالوا بقى نحطها على نار هادية كده ورا وبعد كده نشوح اللحمة المسلوقة. ادي الشوربة دي اللي هنسقي بيها، نحط الشوربة هنا، انا مش عايزة اغطيها عشان نهدي النار عليها خالص. هديت النار، بعد كده ناخد بقى اللحمة عشان نبتدي ايه نظبطها بقى كده ونديها النكهه ونديها كل التفاصيل بتاعه الفته دي في اللحمه. هنعمل ايه؟ هنحط سمنه، ايوه سمنه، ونبص كده كمان على الصوص نديله تقليبه. الله، هنبص على الرز حالا، ناخد السمنه وابتدي اشوح اللحمه مع البصل والفلفل الرومي والطماطم من غير قلب الطماطمايه، اذا يعني قدرنا نعمل ده يبقى لطيف، الطماطم اللحم بس من غير قلب الطماطم، وشويه ثوم مع يعني شويه حركات هوريكم دلوقتي. خليكم تعملوا فته. عايزه اللحمه، ادي اللحمه المسلوقه، وهي بتتشوح هنزل معاها بصلايه كده، شايفين بصلايه متقطعه رفيعه خالص كده جوليان، وهحط معاها الفلفل بالشكل ده، هحط كمان ثوم فصوص، مش هحط الطماطم دلوقتي، نعم مقادير الفرايد تشيكن اللي انا عملتها
يلا. تعالوا نديها شوية ملح وفلفل كده. انا عايزه البصلايه تدخل في السوى شويه زياده، يعني مش في الاول كده زي ما بقول لكم، لا انا عايزاها تستوي كويس. نعم، دي مقادير الفرايد تشيكن. يلا بينا. عايزه اللحمه تتشوح تشويحه حلوه كانها متحمره، وبعد كده هنزل عليها بالطماطم. حبه الخضار دول لما هتاكلوهم مع الفته هتحسوا ان طعم الفته بقى في حته تانية، وحته اللحمه مخدومه وليها طعم. ننزل كده بالطماطم. نشيل كل الحاجات. عايزين نبص بصة على الرز. يلا اهو ريحة الرز، واو تحفة، ريحة حلوة قوي 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 كده. الرز تمام جدا مستوي وزي الفل، ومش عايزين اكتر من كده. يلا نشيله بقى من على النار. انا بس بحب اقلب من كل حته عشان ابقى مطمنه ان كله تمام، ونقفل عليه. لما بتقفلي على الرز في الاخر خالص كده بيكمل سوا برضه، هو مستوي وزي الفل. نقوم عاملين ايه بقى؟ واخدين شويه من شوربه اللحمه ومدين الرز ده كده، نسقسقه كده في الايه؟ وهو جوه الحل. تمام، نعمل كده ونقفل عليه تاني وخلاص، مش عايزه حاجه تانيه. اهي نيجي هنا للحمه. اللحمه اتحمرت كانها لحمه متحمره. تقدري بقى توقفي على كده وتبقى هي دي اللحمه المتحمره بتاعتك خلاص، لو انت عايزه كده تمام. او بنعمل ايه؟ بنقوم حاطين ثوم مفروم كده. انا بديكي اختيارات، اوكي؟ نحط ثوم مفروم بالشكل ده، انا عايزاكم تتخيلوا معايا الريحه. وتقوموا واخدين الخل ونازلين على القصه دي بشويه خل كده. ايوه هي دي. نجمع كله على بعضه كده ونخلي اللحمه تشرب من الخل والثوم. الخل والثوم ايه؟ ناخد ربع مغرفه من الصلصه بتاعتي، اوكي؟ وبقوم ايه؟ حطها كده ملونه بيها الصوص. ربع مغرفه تمام من صلصه الفت، واقوم عامله كده. اللحمه دي طاجن لوحدها، يعني دي كده طاجن لحمه يتقدم جنب الفته. طبعا ايه؟ احنا بنحطه فوق الفته، وناخد شويه صغنططين قوي من الشوربه كده، ونسيبها تبقبق مع نفسها لحد ما تعمل لي الصوص النميس ده. وكده ابقى انا اللحمه عندي اتحمرت وتشوحت وخدت النكهه
وبقت من الفته والى الفته، وهي والفته حاجه واحده وكيان واحد. هشيلها بقى عشان مش عايزاها تنشف قوي. اذا برضو عايزاها تتحمر اكتر سيبيها على النار وسيبيها تاخد لون وتنشف خالص ما يبقاش فيها صوص، وخديها اذا حد بيحب اللحمه متحمره. هي متحمره الاول وبعد كده خدت من الطعم اللي انت شايفاه ده، فبالتالي بتدي طعم حلو قوي 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 للفته. ايوه امال ايه، كل حاجه عندنا هنا نميسه. بتريقوا عليها عشان بقول نميسه. احنا قدامنا قد ايه على الفاصل؟ اوكي ادي يلا، تحبين نبص على انستجرام؟ يلا فين البوست اهو. ناخد النضارة. طيب لولو ابراهيم بتقول وانا والله نفس الكلام واكتر شوية. في اكونت تاني دياب، هي يعني انا بحبك قوي قوي يا دودو. كل الانستجرام بيبقى الاسماء مختصرة. وعندنا كمان ملك بتقول بصراحة من أول إعلان عن برنامج سر الصنعة دخلتي قلوبنا دعاء، شكرا جدا جدا جدا. ومكملة بقى كلام حلو كتير قوي 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 بجد، ميرسي جدا. عايزين نطلع فاصل؟ فاصل سريع ونرجع جري، ما تروحوش في أي حتة. رجعنا من الفاصل وخلاص تقريبا خلصنا الفتة وهنحط كل حاجة على بعضها، بس خلونا نشوف شوية كومنتس لذيذة من على بوست الفيسبوك. يلا بينا. منى بتقول أول مرة تابع حضرتك، حبيتك جدا النهاردة وحلقة الفتة، وعشان لقيتك فيكي من ناس كتير من الزمن الجميل لما قلتي أنا مش من هنا، أنا من زمان. أيوة أنا من زمان قوي، أنا من زمان جدا. جيل الثمانينات، عشان إحنا أيوة إحنا فاهمين بعض. جيل الثمانينات ده جيل فاهم كويس قوي زمان، وحضر بداية التكنولوجيا، وفي نفس الوقت اتربى مع جدته والبيوت القديمة. فإحنا أنا عندي تحيز كبير جدا جدا لجيل الثمانينات. بحبك جدا يا شاف والله، وممكن من حبي فيكي عملت نفس لون وقصة شعرك. أوه حياتي، مرسي حبيبة قلبي ريمو. في ريمو بقى بعت رسالة لجوزها بتقول له بتقول لي أقول له إن رحمة بتحبك جدا يا علي، وانت اغلى حد في حياتها، وقولي له خلي باله مني عشان والله مش هيلاقي حد يحبه زيي. ايه ده ايه ده، مش هتلاقي حد يا علي يحبك زيها. عندنا كمان الاعداد. هدى بتقول قولي الاعداد بتاعت الحاجات علشان ما يبقاش فيها مغالاة. ما هو انا مثلا قلت ان الملايات ما ينفعش يبقوا 20 ملاية ولا 30 ملاية ولا 50 ملاية، لازم يبقوا اقل من كده بكتير. على حسب امكانياتنا، بس ما نقدرش ان احنا نحول فلوسنا الى حاجات. يعني مش كل الفلوس دلوقتي ينفع نجيب بيها حلل وطباق وكوبايات، ما ينفعش. مفرش السرير الستان وطقم فناجين الشاي. بالظبط، احنا بنشرب الشاي في الكوبايه صح، والمفرش الستان اللي ما بنستخدموش خالص ايوه، وهو اصلا بيبقى مش مريح تماما، وبنبقى عايزين بطانيه او اللحاف العادي. ففعلا المفرش الستان من الحاجات اللي ملهاش لازمه ابدا. اشتري بطانيه حلوه تقيله نوعها كويس، اشتري لحاف حلو، لكن ما تشتريش حاجات شكل بس مش هنستخدمها. اللي جاي كله، الجيل اللي جاي كله لازم يفكر بالطريقه دي، لازم. والله يا شاف بيسو بتقول والله يا شاف انا ما استعملتش اي حاجه من النيش لحد دلوقتي، وبقالي 22 سنه متجوزه، والنيش عندي خط احمر وممنوع اللمس. طبعا كلنا ماشيين على نفس النهج، عندنا النيش في كوبايات وحاجات بننضفها في الاعياد، وبننزل النيش ونطلع النيش، ولو حاجه تتكسر تنكد علينا، ولا بنستخدم الحاجه ولا ليه اي لازمه. فاذا حابين يبقى عندنا مقتنيات وتكون بسيطه تمام، طقم كاسات حلو
لذيذ لطيف، مبقاش برضو غالي قوي قوي يعني، بالعقل. ويبقى نيش صغنطوط، انا حابه احط فيه كوبايه شيك او عايزه اعمل حاجه مميزه عندي، مفيش مشكله، بس بلاش 6 اطقم 9 تطقم، بلاش ده. في النيش برضو، كل الناس بتقول النيش، الاعداد الزياده من المفروشات. ايوه يا جماعه، احنا بنبذل مجهود وبندفع فلوس عند المفروشات كتيره قوي. المقاسات بتاعه الفوطه الصغيره والفوطه الكبيره والفوطه الوسط والفوطه البشكير والفوطه اللي مش بشكير والفوطه اللي يعني هي فوطه، هي فوطه، ليه فوطه صغيره وكبيره ووسط ووسط واحجام واشكال كتير قوي، والمطرزه واللي مش مطرزه واللي عليها واللي ما عليهاش لا برضو لازم نقلل في اعداد الفوط. ايوه جدا. طقم الصيني، شنطه المعالق، وايه تاني مش عارفه دي ايه، بس طقم الصيني وشنطه المعالق. انا مع طقم الصيني بس مش مع 3 اطقم صيني ولا طقمين صيني، هو طقم صيني وطقم استخدام يومي بيبقى اسمه طقم عشاء، بيبقى سعره رخيص وبتاع الاستخدام اليومي ده في المطبخ. والطقم الصيني عشان لما يجي لي ضيوف او عازمه حد ابقى فرشه سفرتي عليها طقم صيني، مفيش مشكله، بس مش طقمين، يعني مش طقمين، مش 3 خالص. وبرده في الحلل يا جماعه، بنشتري كل انواع الحلل. انا بيبعتوا لي ناس يقولوا لي ايه، انا اشتريت طقم الجرانيت والتاني اللي ما بيلزقش، واجيب بقى الاستانلس ولا اجيب الالومنيوم ولا اجيب، لا 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 لا، هو طقم حلل واحد بس. ولو عايزه تزودي حاجه زودي في المقاسات الصغيره، ما تزوديش في المقاسات الكبيره، لان اكبر مقاس ده انت هتستخدميه يعني ربنا يدينا ويديكي طولة العمر ان شاء الله وانت جده، فبقي اشتريه وقتها، انت مش هتحتاجي الحاجه الكبيره دي في حاجه. اشتري الاحجام اللي هتبقى معاكي من 2 لـ4 افراد، دي اللي انت محتاجاها. محتاجه طاسات، محتاجه حاجات تكوني هتستخدميها، والطاسات الوسط، الطاسه الصغيره، هي دي الحاجات اللي احنا دايما بنستخدمها، وما بنستخدمش الحاجات الكبيره اللي بتاخد مساحات كبيره قوي 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 دي. دايما بقول لكم خدوا بالكم من التفاصيل الصغيره، هي اللي بتفرق في الاخر، لان احنا بنشتري تفاصيل كتير ورفايع كتير جدا، وفي الاخر احنا دلوقتي في حاله اقتصاديه لا تسمح ان احنا نروح نشتري اعداد واشكال والوان من اي حاجه، او نضغط نفسنا عشان مش قادرين نجيب حاجه. كله بيتجاب، الزمن بيتغير مع الوقت، هتلاقي الموضه بتتغير، انت نفسك بتتغيري، مش انت نفس الشخص اللي كان بينقي ده هو اللي بينقي ده. بعد ما هتخلفي هتبقي شخص اخر تالت مش عارف هو اصلا كان مين قبل كده، هتلاقي نفسك انت ذوقك بيتغير. وكل حاجه بنشتريها بعد كده يا جماعه، ما تضغطوش نفسكم قوي قبل الجواز، عشان كاننا مش هنشتري حاجه خالص بعد الجواز، بنشتري والدنيا بتمشي، وبيبقى في اوفرز وعروض كتيره جدا في الاماكن وقت عيد الام، وفي اوقات كتيره جدا من السنه، فهتقدري تشتري باسعار كويسه جدا ورخيصه، واللي هيتكسر ده حرام يبقى اشتريناه بفلوس، فده هادر. ده المطاعم والاوتيلات دايما تبص على الصيني ده تقول لك هادر، ما بيقعدش، ملوش قيمه، بيتكسر. فاحنا ما ينفعش نشتري حاجات كتيره قوي غاليه قوي يعني ونضيع فلوسنا عليها. اهدوا شويه وانتوا بتجهزوا، ما تضغطوش نفسك. وكل البنات بتكون حاسه انها لازم تشتري احلى حاجه واكتر حاجه واكتر اكتر اكتر، ونقعد نخزن في الدواليب وما بنستخدمش. تعالوا بقى نحط الفته يلا كلها على بعضها بقى كده، يلا بينا. عندنا ايه؟ نجيب الصينيه نحط فيها العيش، الشوربه اللي انا سلقت فيها اللحمه، شوربه اللحمه بتاعتي مش الشوربه اللي احنا عملناها لسان عصفور، بعمل كده بس. ايه بس؟ لازم تبقى سخنه بتغلي، والفته ما تتفتش، والا والناس قاعده على السفره او قاعده على الطبليه او قاعده على الارض او قاعده على الترابيزه او جاهزين تماما لان هم ياكلوا، فبلاش الفته تبرد ابدا. وبعد كده هجيب الصوص كمان، نشيل الطبق ده عامل زحمه، ريحه الصوص خطيره. باخد بقى من الصوص كده واحط على العيش، اطعم العيش برضو
القليل من الصوص والشوربه كده كده كده. انتوا متخيلين ان كل حاجه واخده الطعم، كل حاجه، العيش من اول ما ابتديناه وهو يعني واخد الطعم جدا جدا جدا. ناخد الرز قدامنا قد ايه؟ دقيقتين. دقيقتين بس. انا خلاص اهو بغرف الرز وخلاص، احنا خلصنا خلاص. بس عشان ايدي فته ولازم نرص الرز والعيش يبقى باين وكل حاجه تبقى سخنه، يعني بالهنا والشفا ان شاء الله على اللي هياكله باذن الله تعجبهم قوي. بقى الحلة نعمل كده عشان انا كده هضيع الدقيقتين في ايه؟ في الرز. بس شفتوا الست الشاطرة تطلع الرز كده ايه؟ مفيش قعر. بس حتى لو في قعر على فكرة احنا شاطرين قوي يعني، عادي، ايه المشكلة يعني؟ حطش قيود للست الشاطرة. الست شاطرة حتى لو ما بتعرفش تطبخ خالص، عادي. ادي العيش وبعد كده هاخد الصوص واعمل كده القليل من الصوص واحط الصوص زياده جنب اللي عايز ياكل. يعني احنا هنحط صوص بس مش هنغرق الدنيا صوص عشان لما تيجوا تقدموا الفته ما تحطوش صوص بزياده قوي على الرز. هنحط الصوص جنب الفته وناخد كل الخضار كده ومن اللحمه اهي في النص. حاول ما انزلش فصوص الثوم، مع ان فصوص الثوم دي بتبقى جميله بس اكيد محدش هيحبها. ادي اللحمه وادي الفته. بحب جدا ان انا اقوم واخده شويه من الشوربه كده. انا ايه، احنا حطينا شوربه على الرز خلاص، بحب حبه صغيرين كده وبعدين نقوم حاطين حاجه خضراء لذيذه للتقديم فقط، بقدونس او كزبره. وبالهنا والشفا. ادي طبق الفته بتاعنا. هلملم حالا، نغرف الشوربه حالا ونبقى خلصنا. حاضر حاضر. يلا خلصت حلقتنا. عملنا النهارده الفته المصري بكل تفاصيلها وحركاتها وتكاتها. مبسوطه جدا الحمد لله. الحلقه باذن الله تعجبكم وتكونوا مبسوطين بيها وتكونوا استفدتوا بيها. ان شاء الله ان شاء الله تعجبكم وتنبسطوا بيها. احط ده فين؟ بدل الشوربه مثلا؟ ها؟ حاضر كده؟ اوكي؟ حبايبي الحلوين، خلصت حلقتنا الحمد لله. يا رب تكونوا انبسطتوا واستفدتوا وتسليتوا. اشوفكم بكره على الهوا على خير ان شاء الله. حلقه بكره باذن الله تعجبكم.
وما تنسوش تتابعونا دايما على السوشيال ميديا انستجرام فيسبوك يوتيوب. كل الفقرات وكل الوصفات بتنزل على صفحة البرنامج على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. اشوفكم على خير، باي باي.